اهلا وسهلا فيكم متابعي ومشاهدي مسك من وين ما كنتوا عم تحضرونا وتتابعونا حلقه جديده من برنامج على مائده السلطان. واليوم نحن بفرع حلويات السلطان بمنطقه باشاك شهير، الفرع المميز صراحه بمدينه اسطنبول. حديثنا اليوم شيق وبهم العديد من الشرائح سواء كان من السيدات والشباب. رح نتحدث اليوم عن اهم الاطباق والحلويات التي تقدم في ايام عيد الفطر المبارك، كيفية تصنيفها وتنسيقها وتزيينها، طريقة التعاطي مع الحجوزات والطلبات وما إلى ذلك من مواضيع أخرى متعددة. أكيد بسرنا نتحدث واليوم مع الأستاذ علاء خميس مدير شركة السلطان العالمية في تركيا. يسعد لي أوقاتك أستاذ علاء، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير يا رب، إن شاء الله هيك عيد فطر مبارك على الجميع بإذن الله تعالى. أستاذ علاء، صراحة حابين نحن نتحدث ونتعرف من خلالك على أهم الأطباق والحلويات الشرقية اللي تقدم، وخاصة نحن على أبواب استقبال عيد الفطر المبارك. شو هي أهم هذه الأطباق، أهم هذه الحلويات، وما خصوصية هذه الحلويات بشكل عام؟ أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. الحقيقة بالنسبة للحلويات أو ثقافة الحلويات ارتبطت وين ما كان حول الأرض بالمناسبات، كل مناسبة معينة إلى حلوياتها المرتبطة فيها حقيقة. فنحن من الأيام القليلة الماضية، يعني أيام رمضان، ارتبطت فيها فعلا حلويات رمضانية بامتياز، يعني لك هذا حلويات رمضانية. مثلا مناسبات الخطوبة إلى حلوياتها، كمان حلويات العيد حقيقة إلى أو مناسبات العيد إلى حلوياتها الخاصة. يعني لما بنحكي عن الباقات إجمالا اللي تقدم بالعيد من المعاميل المشكلة، المعمول الفستق والجوز والكربيج والقصص هي، البرازق والغريبة والعجوة، للبقلاوات والمشكلة والحلويات إجمالا، نحن نقول الحلويات الشرقية الآسية والبلورية والمبرومة وكل وشكور وبالكاجا وبالفستق وهالقصص هي، تتعدد تتعدد فعلا، واسعة ومرتبطة بالعيد. أصناف متعددة صراحة، لكن خصوصية هذه الأصناف بشكل عام لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك. نحن كنا بأيام طويلة من الصيام وجايين لنفطر، في إلى ميزة أكيد أستاذ علاء، لو نحكي عنها أكثر. نعم، يعني مثلا لما نقول، خليني أقول، كنا كلياتنا بنتذكر لما الناس يعني طلعوا من ليلة القدر مثلا أو بالعشر الأخير أو بالأسبوع الأخير من رمضان، بدوا يعني جو البيت إجمالا نتغير. صحيح أنا عم بأخذ حلويات لعلم المحلات ومصانع وما إلى هنالك، ولكن في شيء معين له علاقة بالمعمول، لازم صنع معمول بالبيت، يعني بالعيد لازم هيك نجمع هيك العجينة ونحشيها ونطبع نعم، هي حقيقة الطقوس الخاصة بالعيد وما إلى هنالك. في مثلا لنقول غريبة كعكة العيد، بيقولوا لك كعكة العيد، في غريبة بالفستق، تختلف التسميات، كمان تختلف التسميات حسب المناطق. فهي نعم لما منشوف شكل معين أو نوع معين من أنواع الحلويات فورا من رده للمناسبه، وهي المناسبه المقبلين عليها العيد، اكيد مرتبط فيها العديد من جميل. هذا الكلام صراحه احنا تحمسنا، عم تحكي لنا معاميل وفستق وانواع من البقلاوه، يعني متحمسين للغايه لنتعرف عن قرب على بسطة حلويات العيد. استاذ علاء لو نتعرف عليها عن قرب سوا، خلينا نتابع. تفضلوا. الله يسلمك. طيب استاذ علاء، صراحه احنا صرنا قدام بسطة حلويات العيد، ما شاء الله روائح رائعه، اشكال والوان وتصنيف اكثر من رائع. لو نبلش نخبر المشاهدين المتابعين كل مين عم يشوفنا هلا شو هدول الحلويات، نبلش نعرف كل اسم من اسماء هدول الحلويات، هن نكتار ما شاء الله لانه كميه كبيره. لو نعرف هلا اجمالا طبعا الباقه مثل ما قلت لك باقه عريضه افقيا، يعني يعني إذا بدنا نحكي مثلا الآسية، البلورية، المبرومة، كولشكور، عش البلبل، أصابع بالفستق، أصابع بالكاجو، مثلا عش البلبل بالكاجو، الوربات بالفستق، مثلا عنا طبعا عش البلبل بالسنوبر، فضلا عن مثل ما حكينا المعاميل، معمول بالفستق، معمول بالجوز، معمول بالتمر تماما، طبعا البرازق مثلا، الغريبة، بالإضافة للعجوة، البقلاوة بالفستق، البقلاوة التقليدية، يعني نحن البقلاوة هي بالأخير شيء عريض كتير، رح نحكي بالتفصيل عن البقلاوة أستاذ علاء واختلافات التسميات يعني. بس بصراحة نحن حابين نبلش أول شيء بالحلويات المشكلة. هلأ إذا
كل حلو حسب ما عم بعرف او حسب ما عم تخبرنا هلا انه في كل حلو سواء كان بالفستق او بالجوز او باللوز او بانواع مختلفه من المكسرات. اقدم هذه الحلويات شو هي ممكن تكون؟ هلا سبحان الله بنرجع للبقلاوه دائما، البقلاوه هي يعني الى راس الهرم دائما حقيقه هيك، يعني ام كثير من الحلويات لما بنقول بقلاوه يعني كقدم بنقدر نقول البقلاوه، والبقلاوه منها بقى كل بلد، يعني مثلا بنقول البقلاوه نفسها كانوا كثير يسموها كولشكور. طبعا الكولشكور لها ترتيب خاص. طيب هي كولشكور هي مشتقه من البقلاوه غيرها. قبل ما ننتقل للكولشكور، البقلاوه هي بنفسها لها تسميات مختلفه. نعم نعم، البقلاوه مثلا بتركيا بيسموها بكلاوة. واجمالا يعني هلا بالمجتمع مثلا الغربي وغيره صاروا يقولوا لها بقلاوه مثلا. مثلا بالشام من الا اسيه، نحن تعودنا عليها الا اسيه. صحيح. طبعا اخذت مقطع ثاني شكل ثاني، ولكن هي بقلاوه سميناها اسيه، سميت اسيه. بحلب بيسموها لسان العصفور، بكثير مناطق بيقول لسان العصفور. طبعا لانه صغيره كثير وكذا فسموها لسان. مكوناتها بشكل اساسي الفستق، طبقة الرقائق، الفستق والكاجو والجوز. طبعا لان البقلاوه والجوز كمان اشتهرت كثير. جميل. فضلا عن البقلاوه القشطه الرمضانيه اللي حكينا عليها، فالجوز، الفستق، الكاجو طبعا، والقشطه وغير ذلك. وطبعا هلا كثير شفنا اتراك مثلا كمان عم يتفننوا بقصه البقلاوه، يعني عم يتوسعوا افقيا. حلو. طيب اذا بدنا ننتقل بقى لكولوشكور، اسم غريب. كولوشكور كولوشكور والله هو عباره عن اسم، حقيقه اسم انا بعتبره اسم راقي جدا. مميز. يعني كولوشكور هي معروف متعارف عليها بسوريا حصرا، فيعني هي الكلمه تحمل روح حقيقه، يعني انه كول وذوق وتمتع وشكور النعمه وهالكلام هذا. يعني مكونات الكول وشكور كمان هي مثل ما بنقول الرقائق او العجين، يعني طحين وسكر ومحشيه طبعا الفستق. بتختلف يعني اذا بدي احكي بقلاوه اجمالا والتسميات، يعني مثلا البقلاوه بتركيا تختلف عن كتركيز كقوام عن مو كثير بس عن اللي موجوده بسوريا مثلا. لما بدي اقول بقلاوه باليونان موجوده البقلاوه، ولكن تختلف كثير عن تركيا والسوريه او البلاد من ناحيه المكونات. نعم. والتصميم يعني ممكن لنقل البقلاوه بتركيا سماكه عجينه اكثر، فستق اقل، انعم، القطر تبعها اكثر. باليونان اكثر بكثير القطر كمان. يعني هي معلومه جديده صراحه انه بيحبوا القطر، بيغمروا يعني. نحن يعني دائما عندنا نظره انه الحلويات بتكون اخف من ناحيه السكريات وهيك. هذا اللي بيميز بقى الحلويات السوريه حقيقه. جميل. الحلويات السوريه تتميز بانه القطر خفيف، يعني اللي ادنى حد، الفستق اكثر، العجين اقل، طبقات العجين كثيره. حتى مثلا اذا بدي احكي بالشيء الاساسي اللي هو العجين، بتركيا بيستعملوا البيض مع العجين، نحن ما بنستعمل البيض. نعم تفاصيل بس بالاخير هي بقلاوه. نعم هي مثل ما قلت راس الهرم دائما لكل هالحلويات والحلويات بشكل. طيب اذا ننتقل لموضوع ثاني له علاقه، الاكثر طلبا من بين هي الحلويات ما شاء الله بقى بالفعل متنوعه ومتعدده، اكثر طلبا عليها من ناحيه التوقيت. نحن هلا بعيد الفطر قريب. نعم. جدا اكثر طلبا لهذه الحلويات. ماذا كثير من الناس حقيقه بيرغبوا المشكل اجمالا، لان كله يعني لذيذ وطيب، فبيحب انه ينوع. ينوع يعني. ايوه يعني ياخذ هالتلوينه اجمالا. جميل. بس ولكن حقيقه بتروح الناس غالبا بهالايام هي باتجاه المعمول، يعني شيء تقليدي شعبي، الذاكره تبع هالايام مرتبطه بالمعمول. في كثير ناس بيروحوا باتجاه المبرومه والاسيه والبلوريه، في كثير ناس بيقول لك انا بدي هالتشكيله هي، مبرومه اسيه بلوريه كولشكور الى اخره. يعني فالاكثر طلبا اذا بدي اروح باتجاه الاسيه المبرومه بلوريه، باتجاه المعاميل، معمول فستق، معمول جوز، معمول عجل. الحلويات التقليديه اذا فينا نحكي. نعم. يعني نعم. اللي هن دائما نحن مطبوعه بذاكرتنا مثل ما قلت، معمول اللي بعجوه، معمول فستق، هدول الحلويات التقليديه. من منطلق اخر وهو ما يميز حلويات السلطان، ما شاء الله يعني عم نشوف اصناف متعدده، ممكن كثير نلاقيها بالعديد من باعه الحلويات، لكن ما يميز حلويات السلطان بشكل منفرد عن غيره من الحلويات شو هو؟ هلا هو اذا بدي اقول تميز الحلويات الممتازه عن باقي الحلويات، بنحكي بموضوع القطر والسكر وخفته وما إلى هنالك. نعم. بنحكي بقى بشغلات فريدة لها علاقة بالتحاليل وهالقصص هي، يعني هي تميز اسمها على مستوى الحلويات إجمالا. حلويات خمس نجوم بتكون بهالترتيب هذا، قصدي ك يعني نوعية وعناية. نعم.
هلا اذا بدي احكي كحلويات سلطان، نحن تميزنا الحمد لله من اكثر من 20 سنه بانتاج حلويات الخاصه لمرضى السكري. جميل. هل هي خاليه من السكر 100%؟ يعني فيها بدائل السكر، مرضى السكري ما لهم محرومين ابدا بالضبط بهالحاله. يعني وهذا يعني بصراحه بالعيد كثير ناس بيقول لك انا بدي اقدم لبابا، بابا مريض سكر، بدي اياه ياكل حلو مثل ما انا عم اكل حلو، او لامه او كذا عشان ما يضل مشتهيه. يعني حقيقه لان هي الايام لازم تكون يعني فيها حلو. فحلويات الخاصة باللي بيعانوا من مرض السكر أو كذا كمان إلى يعني حجم جيد بإنتاجنا بالعيد. في ناس كمان من الميزات اللي الحمد لله نحن متميزين فيها، الحلويات اللي مكوناتها نخالة وعسل وحبة البركة وزيت الزيتون وإلى آخره. بالفعل هي دارجة ودايت وهالقصص، هي دارجة بالفترة الأخيرة مواضيع العسل كتير. نعم. دائماً عم يتم ضخها ودمجها بكتير من المأكولات. نعم. سواء الحلويات أو حتى الطبخ كمان حاضرة. كمان الحلويات اللي ما فيها سكر أبداً محلاية بالعسل. حلو. عسل الجبلي المميز، يعني عسل بالأخير طبعاً هذا الكلام يعني لما بنقول حلويات مع العسل كمان بيزيد حلاوة وقيمة إضافية. يعني فعلاً. هلأ ننتقل لموضوع مهم أنا برأيي يعني بالفعل لفت نظري صراحةً، هي موضوع التزيين الجميل والتصنيف وأيضا التنسيق وترتيب هي الحلويات بعلب وبطريقة تغليف مميزة فريدة من نوعها. نحكي عنها أكثر، شو هن هدول المواد اللي عم تجيبون؟ كيف عم يتم أصلا هالعملية؟ لا عم تجيبون حصريا حصري للغاية. الله يسلمكم. هلأ حقيقة موضوع الصف التصنيع ملف عنا نحن بالحلويات، بعالم الحلويات التصنيع ملف هام. وكمان التصنيع يعني فضلا عن كونه التصنيع ملف، كمان الصف والعرض والباكجينج واضح كمان يعني. هذا ملف هام إن شاء الله. لا يقل حقيقه، بيقولوا بالمثل اللي كتير معروف يعني انه العين بتاكل. يعني هلا مثلا هي الصفه اللي صافينا هي مو صفه خاصه بالتصوير، امتى ما جينا بنلاقي هي الصفه، هي حقيقه اللي عم يصف هاي الصفة هو مهندس، يعني بهال يعني مهندس بالفعل فيها هندسة يعني بشكل لا يوصف. نعم. سواء من ناحية الألوان يعني أو من ناحية نصف الحجم، دائرة قطرة 40 سنتي. يعني بالضبط لما بنحكي بالجاطات مثلا صف الآسية والأصابع تلوين الجاطات، يعني نحن مثلا لما نحكي عجين وكنافة وأحمر وأبيض وأشقر ألوان الأخضر. أيوة بالضبط، يعني ألوان هي بالأخير بهاء حقيقة. فضلا عن موضوع التبكيت، يعني مثلا نحن هي مثلا هي العبوة من الخشب، الخشب خشب الجوز والصدف وهالقصص، هي يعني هي بيقدموها عادة هيك لهدايا وهالقصص، يعني هدية تماما جيدة بالضبط. فيعني حلويات فاخرة مع باكجينج مميز وما إلى هنالك. مثلا الجاطات هي اللي هي عبارة عن جاطات القش يعني اللي بيعطي طابع حميمي أصلا بالضبط، وروحي يعني روح يعني له روح تماما. فضلا عن يعني في عرايس كبيره بينطلب منا حتى يعني شغلات، انه انا بدي هيك تصف لي اياها بجاط معين، انا بيجيب لي الجاط من عبي والى حلو آخره. حلو. فرع حلويات السلطان بمنطقه باشاك شهير عم نشوف بالفيديو الموجود دائما طريقه تزيين مميزه بشكل الاحرف احيانا، او ما بعرف هي شو ممكن تسموها بفن. والله حلو نحن يعني الحمد لله ابدعنا هي القصه، هل هي الرسم والنحت على الحلويات الشرقية. رائع. كان الحمد لله لها صدى كتير طيب. كتير ناس مثلا بدي أقدم هدايا عيد الأم مثلا الماضي، إن شاء الله هيك كل أمهاتنا بألف خير. آمين كل عام وأنا بألف خير. قدمنا كتير هدايا باسم بده يبعث هدية لأمه وورد وايد، يعني يبعثوا لأمريكا لأستراليا لجنوب أفريقيا كل أنحاء العالم. نعم بتعرفي انتشروا الإجمال. فنبعت العبوة مكتوب عليها اسم يبعت اسم والدته مكتوب عليها أو كذا بالحلويات منحوتة، كمان كان لها كتير صدى. الزخرفة والنحت وما إلى هنالك هي حقيقة كانت حتى من 2010 لما بدينا بهي القصة بإبداع أكبر لوحة فسيفسائية بالحلويات الشرقية اللي هي ودخلنا جينيس من خلالها. جميل جدا هذا الكلام ما شاء الله، يعني مزيد من التميز والتألق، هذا الإبداع يعني عن جد بيعطي دائما روح إنه يتعلق هي الواحد بها. هي بالأخير تماماً. يستمتع الواحد بمهنته حقيقة. بالضبط بالضبط. طيب أستاذ علاء، إذا بدنا نحكي ما شاء الله هلأ يعني أكيد في أعداد كبيرة من الطلبات والحجوزات اللي عم تكون لاستقبال عيد الفطر والتحضير لهذا الموضوع، في كثير من الأشخاص هلأ صاروا عم
يلجأوا اصلا، يعني الاعداد بالبيت صار صعب وبالتالي بيلجأوا اكيد لمحلات الحلو. كيفية تعاملكم انتم اصلا مع الاشخاص والزبائن والعملاء اذا فينا نحكي، كيف بيتم التعاطي مع هذا الموضوع وخاصة في وقت الضغط؟ تمام، احنا بزمن الكورونا ان شاء الله نتمنى السلامة للجميع. كثير من الاشخاص بتفضل انه خلص يعني تطلب مع من محلات ثقة موثوقة و أمينة. والله حقيقة هلأ إجمالا الطلب، نحن دائما بالأيام العادية دائما في بيكون حجز مسبق وتثبيت طلب وتوصيل وما إلى هنالك. نعم. هلأ فبأيام رمضان هي أكثر مثل ما بيقولوا ضغطا وتحتاج أكثر تنظيم. نعم. وبقى كل ما قربنا باتجاه العيد، نحن حقيقة رمضان منجهز له قبل بشهرين. صحيح حكينا. والعيد منجهز له من أول رمضان، يعني من واحد رمضان بنبدأ منجهز استنفار على كل الأصعدة العيد. من واحد رمضان الطلب والحجز للعيد. فنعم مئات الطلبات وما إلى هنالك بتبدأ في كادر، يعني فريق التواصل الحمد لله عنا فريق متخصص واسع بيستلموا الطلبات بيجهزوها بيبعتوها بتنبعت للإنتاج والتعبئة، وبالتعبئة بيجهزوا بيبكتوا بالاسم والعنوان إذا كان مثلا توصيل، وبيتجهز ليتسلم قبل أول يوم العيد يعني. جميل. فنحن بنستمر بالتوصيل لصباح يوم العيد الفجر يعني، فبيكون الشباب عم يشتغلوا على هالترتيب هذا. يعني هذا بيدل انه مثل ما قلت فريق عمل متكامل دائما ما شاء الله. هي سلسله حقيقه يعني، بحكي انتاج وتعبئه وتبكيت وتزيين وتوصيل ويعني واستلام طلبات وتوصيل، فهي سلسله كامله كل مهنه الى تفصيلاتها والى فريق المميز اللي يخدمها. ونحن الحمد لله اجمالا هذا الفريق موجود ومشكور حقيقه يعني، جميعا بيقدموا جهود مضاعفه برمضان، وبالاخير يعني بالعيد بتتزين القصه بانه الحمد لله نقدم الحلويات بابهى حله يعني. نعم بالفعل، يعني عن جد استاذ علاء نحن وصلنا لنهايه وختام حلقتنا لليوم، ما شاء الله يعني واضح الاستعدادات والروح الجميله اللي دائما عم تكون بما يتعلق باستقبال لعيد الفطر، وكيف عم تكون التحضيرات عميقه وقويه ومنوعه بما يتعلق بموضوع الابتكار المستمر عند حلويات السلطان. بدي اتشكرك جزيل الشكر استاذ علاء خبيز، كنت معنا مدير حلويات او مدير مركز السلطان العالمي في تركيا. شكرا جزيلا. الله يسلمكم، شكرا لكم، اهلا وسهلا. الله يسلمك.